المباراة كانت قوية كتير، وبصراحة ما كنت أتوقع حالي، بس الحمد لله أثبت جهودي وطلعت مركز الأول. هذا دافع أنه الرياضة لا تقتصر على العمر، ممكن أي شخص يحصل على نتيجة بأي عمر، بس يكون عنده الاجتهاد والتمرين والقناعة والإرادة. الحمد لله أنا كنت متهيئ يعني كويس للمباراة، والحمد لله يعني قدرت مع كابتن يوسف على التكتيكات، الحمد لله قدرت أكسبه، والحمد لله إن شاء الله أطمح للأفضل يا رب إن شاء الله. أصعب بطولة في حياتي دي اللي هي التأهل الأولمبي، صعبة صعبة، 10 لعيبة كلهم زي بعض عشان تكسب، يعني صعبة جدا، عايزة تركيز رهيب، ويعني فالحمد لله ربنا كريم والشكر حلو علينا.